هنبدأ مع بعض النهاردة معبد كوممبو. كوممبو المدينة الجميلة اللي بتقع شرق النيل 45 كيلو شمال أسوان، 165 كيلو جنوب من الأقصر. كوممبو نبيت الذهبية، الديموتك إمباع، في القبطي ميبو، في اليوناني إمبوس، في اللاتين إمبوي. السبب التسمية إن المدينة كانت ممر تجاري للتجارة صحراء شرقية وصحراء غربية. طوال العصر الفرعوني كان فيه اهتمام كبير بالمدينة. المدينة في العصر البطلمي كانت مركز لتدريب الجنود على الأفيال، وأصبحت في العصر الروماني عاصمة الإقليم الأول. المدينة ارتبطت بالمعبودة تفنوت، وكان لها لقب سيدة إمبوس، وكان اسم المدينة بيعتقد إنه بيرتبط بعرش الآلهة، فعرفت باسم ست ورت عرش عرش الإله. ابتدى الاهتمام بالمدينة وتعمل عمليات إعادة نشر كتير، لكن أهم نشر تم ليها كان أدولف جودبوب لما عمل النشر الكبير بتاعه ما بين 1970 و1987، ووصف المناظر والنصوص. الجميل في المعبد ده إن احنا بنلاقي له ثالوثين مش ثالوث واحد. الثالوث الأول هو ثالوث سبك ومعه حتحور وخنصحور. حتحور إلهة كبيرة ورمز للميلاد والخير، خنصه رمز للخير والقمر، عشان يهدي كمان النفوس اللي بتخاف قوي من سبك وقسوته اللي هنتكلم عليها في الأسطورة اللي كانت ما بين حورس وسبك. الثالوث الثاني كان حورس ومعاه تاسنت نفرت وباء النبتوي. تاسنت نفرت معناها الأخت الجميلة، وربما دي كانت صورة لإيزيس أو صورة ليه حتحور. الابن باء النبتوي سيد الأرضين، وربما كان صورة من صور حورس الطفل. المناظر مقسومة ما بين الجزئين على المعبد. زي ما هنمشي هنحس ان احنا بنزور معبدين مش معبد واحد. بتحكي الأسطورة ان الصراع ما بين الخير والشر، سبك حقد على حورس، حورس او حورور خرج من الاقليم، الاهالي تعاطفوا مع حورس، سابوا الاقليم، خرجوا من المدينة. سبك ابتدى عايز الحياة تستمر، ما استجابلوش حد، استعان بالصحراء علشان يزرعوا له الارض، ايقظوا الاموات، وبدل ما يزرعوا الارض قمح زرعوها بالذهب، فبارت الارض واحترقت المدينة، واقيم عليها معبد تاني او اقيمت المدينة بعد الصلح بين الاخوين. المعبد انشئ على اطلال معبد قديم، بيقال ان البدايه بتاعته كانت بير سوبك، بناء على لوحه لقيناها من الدوله الحديثه من عصر تحتمس الثالث بتشير لكده. المعبد 400 سنه، بيقال ان بدايه النقوش بطلميوس خامس، لكن اغلب النقوش بنشوفها بطلميوس 6 وبطلميوس 8. الخراطيش الرومانيه اللي لقيناها لتيبيريوس اللي بنى الفناء الامامي، وفي خراطيش لجيتا وكاراكالا، يعني المعبد امتد لغايه منتصف القرن الثالث الميلادي. المعبد تخطيطه بيقول انه مشيد من الحجر الرملي من جبل السلسله. المعبد مستطيل مبني على مستوى مرتفع عن مستوى النيل ب 15 متر. المعبد ماشي من جنوب غرب لشمال شرق. المعبد الوحيد اللي بيضم معبدين. المعبد فيه الفناء، الاسخة عاد، الاسخة خعيد، الاسخة حتيبو، الاسخة جسرت، وفي النهايه جسره. بنبدأ مع بعض دلوقتي المعبد، ندخل من البوابتين، البوابة الشرقية. البوابة بترجع لعهد بطلميوس الـ12 الزمار. المناظر بتمثل حلية بوابة للشرق وبوابة للغرب. البوابة الشرقية المناظر فيها مناظر مع الآلهة، يعني بنلاقي أحيانا حور وير وراه تاسنة نفرت في الصورة اللي باينة اللي تحتها منظر الترميم يمكن هذا. بعدين في منظر تاني مع حورس وإيزيس، جيب ونود بيظهروا، وزوريس وإيزيس بيظهروا على الريجسترز بتاع المعبد. في تقدمات بعد كده، ثم تقدمات بتتم لبتاح سكر وزير، ومع بتاح دايما حلاقي وراه أنثى الأسد. طالما بلاقي بتاح يبقى وراه سخمة وأنا مطمن، وحلاقي شو ووراه تفنوت. بوابة الجنوب بعرفها دايما ان عندها جزء من سور من السور اللبن بتاع المعبد. المناظر مناظر الارباب، مناظر حلاقي فيه سبك وحتحور بيظهروا، وتقدمة القرابين قدامهم، وحور وير وابنه باء النبتوي ممثل معاه. بعد كده بعدي من الجزء بتاع البوابة عشان اوصل للجزء اللي كان البيلون. البيلون بالنسبة لي غالبا بيرجع لعهد دوميتيان. بكل اسف مفيش الا جدار بسيط، مجموعة من الارباب والتقدمات اللي موجودة، اللي بتمثل ثالوث سبك اللي بيظهر في نهاية المنظر، وهو كأنه بيتلقى القرابين. رموز الاقاليم كلها وهي بتمر امامنا في الصورة اللي قدامنا، وفي نهاية المنظر زي ما بقول لحضراتكم بيظهر الثالوث بتاع سبك، اللي هو سبك وحتحور وخنصه حور، ممثل امامي زي ما انتم شايفين هنا، والنص لقائمة القرابين وكل شيء بيقدم في داخل المعبد. بعد كده بدخل من او بخرج من الجزء بتاع البيلون اللي الجزء عليه كمان مع الاقاليم بيكلمني على الاسطوره، بصل الى الفناء المفتوح مدمر تماما. الاعمده بتحيطه من ثلاث جهات. الاعمده الداخليه عليها مناظر لملك بيقدم
قرابين باتجاه مختلف. غالبا الفناء ده اغلب الخراطيش اللي بنلاقيها فيه ممثله، هنا بلاقي مناظر للقرابين والالهه على الاعمده، لكن اغلب المناظر اللي بلاقيها وبلاقي الخرطوش بيحمل اسم الامبراطور تيبيريوس، سواء من ناحيه الاعمده الشماليه او الاعمده الجنوبيه. الاعمده الشماليه منه مناظر هلاقي فيها بيمثل امام حورس وحتحور وخمس حور، حرس وسبك وحتحور وخمس حور، والأعمدة الجنوبية بلاقي فيها التمثيل المقابل ليه حور وطاسنة نفرت وباقي النبتوي، وهنا مثلا بلاقي الملك وبيقدم قرابين، ادي حور ور قدامي وخلفه موجودة طاسنة نفرت ممثلين هم بيتلقوا البخور، او البخور بيحرق امامهم الملك بالتاج المزدوج. الأعمدة الجنوبية بشوف عليها سبك حور ورا سبك ورحت حور، بلاقي هنا عندي ممثلة الإلهة نخبة ربة الجنوب، بلاقي الملك واخد تاج القاطف وبيقدم أمام الإله أوزوريس. ندخل مع بعض من الأس أو ندخل مع بعض إلى الأسخة عاط الصالة كبيرة. ظهر بقى اللي باصص على الفناء المفتوح، هلاقي عندي المنظر الشهير بطلميوس ال 12 وهو بيتم عملية التطهير بتاعته، جحوت ما بيطهروش بالمية. بالمناسبة لو حضراتكم بصيتوا للمنظر هتلاقيه بيطهروا بعلامة الحياة، في جزء من الناحية مكسور، واضح إن اللي موجود عندي هنا إن هيكون المعبود حورس، لأن هو أنا الجزء بيقول له سبر الاقتراب من المعبد، في الجزء اللي عامل كأنه كمر أو كأنه فتحة في الجدار. المنظر بيكمل عندي على الجانب الثاني. الجانب الثاني بقى مهم جدا اللي هو الجانب الجنوبي، اهميته جايه في ايه؟ لو حضراتكم شايفين الجزء المهشم اللي على اليمين ده، اولا ده منظر امام الرموز المقاطعات، بص للمنظر المهشم للملك اللي واقف ده بطلميوس ال 12، لكن بص في رجله صندل ولابس حاجه زي بلطو او رداء، وقدامه كاهن بيطلق البخور. ده واحد من المناظر البديعه اللي بتكمل منظر تطهير. الصندل خواجه زي ما احنا حكينا قبل كده لو حضراتكم فاكرين، وجحوتي وحرس، بس المره دي واقف سبك بيتابع المنظر. الناحيه الثانيه ما كانش فيه اله واقف، فاستنتجنا انه هيكون حرس، لان كل اله منهم بياخد الجزء الخاص بيه، الجزء بتاعه. البوابات، البوابات دي بقى موجودة، أو البوابات عليها عدد من النصوص والأعتاب بتاعتها، نصوص رائعة متقسمة عندي لحوالي 182 تكست أو 182 حال بيكلموني على مجموعة آلهة، وكل إله مكتوب اسمه في خرطوش والأماكن اللي جاي منه، ثم أسطورة انتصار رع على أعداء واللي قام بها الشو، والشو بيقول إنه جاب جيب ونوت وخلقوا ابنهم اللي هو أوزير وأيزيس، وكملوا الفكرة بتاعت الآلهة في هذا المكان. بعد كده العتب فوق بلاقي عليه المنظر الرائع اللي بيمثل مجموعة الخراطيش والشمس المجنحة. الملك بطلميوس ال 12 واقف بيرحب بالدخول أو كأنه داخل إلى الصالة. كده خدنا الوجهة مع بعض، نشوف بقى ظهر الوجهة بيوريني ايه. ظهر الوجه هنا الملك على الوش كان بيطهر، هنا بيتوج على الناحيه الجنوبيه. البوابه وظهر العتب بيكمل بقيه النصوص اللي انا حكيتها لحضراتكم. منظر البديع للملك بطلميوس 8 وهو بيقدم على بطلميوس 12 معذره، وهو بيقدم القرابين للرياح الاربعه، والملك بعد كده وهو بيتم التتويج امام وجهه ونخبط في وجود سبك وحتحور ممثلة معاه، مناظر رائعة نهاية العصر البطلمي. باجي الناحية التانية الناحية الشمالية بلاقي الباب بيكمل الحواديت اللي أنا حكيتها لحضراتكم، ثم منظر التتويج. منظر التتويج اللي أغلبنا بيقف عنده، منظر التتويج ده واحد من أجمل وأبدع المناظر. بطلميوس 12 واقف بيتوج على قدامه إيزيس أنثى أسد، كل سخمة أنثى أسد، بس مش كل أنثى أسد سخمة، هنا دي إيزيس 23 إله أنثى أسد، فاكرين الكلام اللي بنقوله؟ ورا نوت جحوتي، ورا إيزيس حورس ابن إيزيس، وحور ور واقف بيتابع الموقف في نهايته. المنظر اللي بعديه بطلميوس 12 وراه كليوباترا الست، قدام حور ور سبك وحتحور واقفين جالسين الثالوث، وهو بيقدم لهم باقات الزهور والقرابين اللي بتيجي أمامهم كنوع من التعبد للآلهة والإرضاء بتاعهم. على الجانب الشمالي بقى بشوف المناظر بتتحرك معايا في اتجاه تاني، بشوف مجموعة من المناظر في ثلاث صفوف ما بين تقديمات بتتم للآلهة، كلها بتتم أو أغلبها بيتم لحرس، لكن أهمها الصف الثالث. الأولا الملك بيقدم قرابين وأمام ثالوث سبك وحتحور وخمس حور، ثم الملك بيديني ثلاث أربع مناظر من شعائر تأسيس المعبد، فرد الحبل،
تكريس المعبد امام سبك وحتحور، ثم عمليه تقديم باقات الزهور امام جب ونوت الممثلين عندي. العتب او الممرات اللي بتعدي بيا من الاسخط عاط للاسخط خعيط بتشمل عندي مجموعه من المناظر على البوابات، اهمها المنظر اللي في المنتصف للملك بيقدم باقات الزهور امام سبك، بيقدم علامه الاي كانها الترحاب او الدخول الى المعبد، علامه الايت او المجيء الى المعبد. ثم الجانب الشمالي باجي اشتغل بقى على حورس، ادي حور ور وحتحور، وادي تقدمه قرابين امام سبك وحتحور، منها بلاقي مناظر الاعمده. الاعمده في الصاله دي بتمثل عندي نموذج رائع للمناظر او للفن، اغلبها المناظر اللي عليها بترجع لعهد بطلميوس 8 يورجيتيس الثاني مع الالهه المختلفه. بلاقي حور ور تقدمه البخور قدامه زي المنظر اللي قدامنا على احد الاعمده، بلاقي تقدمه الساعه او تقدمه هيئه ابو الهول امام الآلهة، بلاقي المناظر طبعا الإفريز اللي ما بيتغيرش من علامات العنخ والوجه. السقف بتاع المكان ده أو العتب إن حبينا نقول أو الرابط ما بين الأعمدة بيمثل عندي مناظر قمة الروعة، مش نوت والليل والنهار وابتلاع الشمس، ولكن المنظر البديع لنوت وهي ترفع السماء. نوت تحمل رمزها، امرأة جميلة تحمل رمزها من عهد بطلميوس ال 12، نوت ممثلة عندي ومعها النصوص اللي بتصاحب ليها، وان ده كله بيتم رغبة او التكملة لما قام به الملك العظيم. فكأن تقدمة جب نوت وهي بترفع كأنه بيعلن مجيء جب الى هذا المكان. ادي نوت على الجزء الثاني من العتب وهي بتتم عملية رفع السماء، كأن المعبد يربط ما بين الارض والسماء، الارواح الالهية اللي بتهلل مع نوت في الليل. اشوفكم في الجزء الثاني من معبد كومومبو ان شاء الله تعالى على خير. شكرا جزيلا.